بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. توضيح مهم للشباب بتوع جافي عنده 17 سنه. انا ما عنديش اي مشكله مع جافي فكره ان هو يكون موجود ناحيه الشمال في 4 3 3 كلاعب نص ملعب، بس عندي مشكله ومعضله كبيره جدا لما بلاقي جافي موجود كهاف، لان جافي كهاف ما عندوش الامكانيات اللي تخليه يلعب هاف خالص. جافي راجل مش شويط، جافي راجل واحد على واحد مش بيعدي كتير، جافي والكره في رجله لعيب بيعرف ان هو يعمل باص صح، ودي مواصفات لعيب ما ينفعش انك تحطه هاف. وانك تحطه هاف وتخلي عثمان ديمبلي ناحيه اليمين، وديمبلي ناحيه اليمين مش قوي جدا وبيعاني من موضوع ناحيه اليمين، ودايما بيدور على حته ان هو يروح ناحيه الشمال، لان اخطر كوره الشوط الاول بالنسبه لبرشلونه لما عثمان ديمبلي اتحرك لبير ابريك اوباميانج وراح ناحيه الشمال وشاط والحارس تصدى وجات لفرانكي دي يونج. يعني معنى كده ايه؟ ان عثمان ديمبلي ما بيعرفش يلعب ناحيه اليمين، عثمان ديمبلي بيلعب ناحيه الشمال كويس جدا، بس ناحيه الشمال ما ينفعش. ليه؟ لانك بتلعب الاسطوره والشاب صاحب ال 17 عام جافي. فلما عثمان ديمبلي يظهر بصوره سيئه وجافي يظهر بصوره سيئه، يبقى تغييرات تشافي هي اللي هتحل المشاكل الموجوده في الفريق. طب ومين اللي كان عامل المشاكل دي اساسا في الفريق؟ مش تشافي برضو؟ عايزين نفهم برضو. انت برشلونه وانا برشلونه، انت بتحب تشافي وانا بحب تشافي جدا، بس انا الفرق بالنسبه لي لما تشافي بيعمل حاجه غلط انا بقول، انا نفسي اي حد لما يعمل حاجه غلط تقول يا جماعه والله ما فيها اي مشكله، نفسي يا جماعه نقول ان جافي ما ينفعش خالص يلعب جناح. 17 سنه على عيني وعلى راسي، بس مش مواصفات جناح، اصل مش عافيه 17 سنه لسه موهبه كبيره. طب ما بدري لعيب لسه صغير، بس بدري رجع اتطور من بعد الاصابه، بدري اتطور جدا. النهارده عمل مباراه ما كانتش بمستوى المباراه السابقه، بس بدري بيقدم اداء مميز جدا هجوميا. انما جافي بحس ان لعيب بالعافيه كده لازم يبلعوه، زي نيكولاس جونزاليس. يعني نيكولاس جونزاليس انت بتنزله كل مباراه عشان يبقى ديفندر تاني جنب بوسكيتس، طب وعشان تحرر الاطراف، طب ما ترجع فرانكي ديونج خليه ديفندر تاني جنب بوسكيتس. وانت نفسك اعترفت قبل كده ان مشكله جافي ونيكولاس جونزاليس ان هما ما لعبوش في اي مكان غير الديفندر، ودي الحته اللي بنتكلم فيها بقالنا فتره، ان انت كل المواهب اللي بتتكلم عليها في نص الملعب بس. يعني بدري نص ملعب، جافي نص ملعب، نيكولاس جونزاليس نص ملعب، في حاجه اسمها طلع لعيبه اعارات لو انت مش محتاجهم، انما انت بتدور لهم على اماكن في الملعب عافيه. ولما الفرقه بتادي اداء سيء والفرقه بتادي اداء غريب جدا الشوط الاول، واول كوره بتراح عليك بتخش جون، ها ما هو المشكله في اشتيجن ايه بقى؟ مبطل بقى الجو بتاع تلبيس اي حد ده. لو عايز تلبس لبس المدير الفني، لان هو قائد المجموعه، بتقول لك لا مش غلطه بدري انه عمل اسيست الفيدال خالص، لا 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 دي غلطه تير اشتيجن. طب اشتيجن غلط في ايه؟ اتحداك بقى لو قلت لي اشتيجن غلط في ايه؟ تحرك مثلا سيء، عمل ايه اشتيجن بالنسبه لك انت شايف ان هو خطا؟ تصويبه راحت عليه، في حين ان الحارس هناك بتاع اليتشي اللي هو اجر بادي عمال يصد وعمال يتالق، بس في كور بتتالق فيها وفي كور ما ينفعش انك تصدها، وفي كور بيبقى على حسب التصويبه بعيده منك ولا قريبه منك. انا نفسي اعرف بقى لو انت بتنتقد تير شتيجن، طب شتيجن غلط في ايه؟ مش انت شايف ان شتيجن غلط، غلط بقى في ايه؟ الشوط الثاني لما شفناه قرر يعدل الغباء اللي كان عامله الشوط الاول، وهو لما قرر يلعب فيران توريس ناحيه الشمال، بدانا نشوف ان فيران توريس خطير ناحيه الشمال. ليه؟ لان فيران توريس راجل هاف، فيران توريس هاف وسترايكر، هو شغلته في الحياه بيعدي وبيدور على ان هو يجيب جون. ما بيعرفش يجيب جون قوي غير لما يكون يعني جايله في الست ده كده، بس عادي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه، طالما الواد بيحاول وبيروح على الجون ان شاء الله ربنا يكرمه هيسجل. يعني عشان اشوف التغييرات المعتاده بتاعت كل مباراه. يلا يا فرانك ديونج، التغييرات المعتاده طبعا بتاعتنا بتاعت كل ماتش دي، اللي هي اول تغيير دايما بتلاقيه بتغيير التاني، اولا احنا اتفقنا ان هو غير جافي ما بين الشوطين، بعد كده نزل اداما تراوري مكان عثمان ديمبلي. فين تغيير فرانك ديونج يا اخوانا؟ فرانك ديونج نزل في الدقيقه 86، نيكولاس جونزاليس نزل مكانه علشان خاطر ينزل اداما تراوري وينزل ممفيس ديباي ويطيرهم بقى، اللي هو انا بطير الهافات، بطير الهاف اللي هنا وبطير الهاف اللي هنا، فبالتالي بعمل ايه؟ بخلي فيه عمق في نص الملعب، في اتنين ديفندرات وفي لعيب مسموح له ان هو يعمل زيادات هجوميه بس وهو بيدري، انما بوسكيتس ونيكولاس جونزاليس واقفين هنا. يعني انا بحاول الطريقه في اغلب الاوقات ل 4 2 1 3، والواحد ده بيرجع بدري بيرجع يعمل وجبات دفاعيه، والكوره مش مع برشلونه، هو بيطار الاطراف علشان خاطر يخلي الاتنين بتوع نص الملعب يقفلوا الدايره. فكره كويسه، كويسه جدا، وخصوصا كمان ان هي بتفرق معاك في لعيب زي ادامه
خطير جدا، بس برضه عنده مشكله في حته ان هو بيفنش دي وبيرقم وبيانج. يعني حسسني النهارده ان هو ده اوبا بتاع ارسنال، هو ده اللي انا بتفرج عليه بقى لي سنه ونص، هو ده اوبا اللي انا عارفه بقى لي سنه ونص. انما اوبا اللي كان جاي لي اول ماتشين ثلاثه وكان هاتريك وبيسجل ده، بحس ان هو غريب اللي هو اقلع القناع يا اوبا، ده اوبا الحقيقي ده اللي هو يعمل لك فرصه بتاع عثمان ديمبلي، وبعد كده هتلاقي طول الماتش كده مفيم واخد جانب لوحده. بس بصراحه الواد عامل عرض عربيات فشيخ، بسم الله ما شاء الله، يعني احتفينا بيه وفشخناه خالص لما سجل الاهداف. فبسم الله هنشوف منه ايام من هيله 60 نيله، ده انا عارفه. اول ما بياخد راحته في مكانه بيحس ان هو خلاص راح ليفل الوحش، بتلاقيه بسم الله ما شاء الله نزلك الليفلات اللي بتكره نفسك فيها. بس ان شاء الله باذن الله ربنا يستر وما يكونش نازل معانا الليفل القذر ده. ممفيس دبي، ممفيس دبي نزل النهارده وسجل هدف. ممفيس دبي من الناس اللي انا شايف ان هي مظلومه قوي ببرشلونه. ممفيس دبي كان في ناس بتحاول تخليه نجم الفرقه غصب عن اي حد، وهو ما كانش مؤهل نفسيا ان هو ياخد الدور ده ببرشلونه مع رونالد كومان. لما جيت شافي بقى الكلام كله على ان احنا عايزين نمشي الكخه ممفيس دبي عشان نخلي الاسطوره والايقونه فيرن توريس اللي هو ميزته في الحياه كلها جاي لنا من مانشستر سيتي، وجاي لنا وهو معروف ان هو مصاحب بنت انريكي، وجاي هنا عشان خاطر ما ينفعش يبعد عن الجير فريند بتاعته اللي هو هنخليه اسطوره للفرقه عافيه. فهنا بيشال شويه من الضغط اللي كان موجود على ممفيس دبي. وهنا بقى نرجع نتكلم عن ممفيس دبي، لازم ما نتكلمش شويه على ان هو لازم يتم رحيله، وما نتكلمش على ان هو لازم يمشي، لانك لو دورت مثلا على ممفيس دبي هتلاقي ان هو جايب 10 اهداف من 18 مباراه. بالنسبه للعيب زي ممفيس دبي في برشلونه الموضوع مش سيء قوي، بالعكس احصائياته كويسه جدا في برشلونه. كان ممكن يتحسب على ضربه جزاء، وانا بالنسبه لي كانت ضربه جزاء، لان انت طالما حسبت الكره بتاع ممفيس دبي مع لعيب ليتش ضربه جزاء دي تتحسب برضه ضربه جزاء. بس هنعمل ايه؟ التحكيم هو في اسبانيا كده بيجي قدام برشلونه وريال مدريد والفار بيعطل، بس الفار بيكون موجود لما اللعبه بتكون موجوده لبرشلونه وريال مدريد. نقول اللي علينا برضه، مش معنى ان ربنا كرمنا وكسبنا نطلع نقول ان كل حاجه حلوه. بس هل معنى الكلام ده ان الحكم هيعيد اللعبه ويحسبها ضربه جزاء؟ في المشمش يا حبيبي، كنا خلصنا الدوري بتاع على بالانتياد بتاع ريال مدريد من سنتين لورا ده على ان برشلونه خد الدوري. بس هنعمل ايه؟ هو التحكيم في اسبانيا كده عامل زي التحكيم عندنا في مصر، سيء جدا. بس الحمد لله برشلونه عدى على خير، وبرشلونه بيقدر ان هو يكسب المباراه، وبيقدر ان هو يوصل للمركز الثالث في الترتيب بالنسبه للليجا ب 48 نقطه خلف تشيبيليه وخلف ريال مدريد. واي حد هيكلمنا على فكره ان احنا مرشحين للدوري، احنا ممكن نقعد نتخانق مع بعض اسبوع يا برو، احنا مش مرشحين للدوري خالص. احنا عايزين يبقى عندنا اداء ثابت ويبقى عندنا مردود جماعي كويس جوه الملعب. بنقدم الكلام ده ماتشين ثلاثه بس، واضح ان لعيبه برشلونه خدوا فايب كتير قوي من الاعلام لدرجه ان هو حسهم ان هم خلاص عملوا كل حاجه ممكن يعملوها في عالم كره القدم، اللي هو انت مركز ثالث وبعيد عن المنافسه، ليه كل الافوره والحاجات اللي احنا قاعدين نتكلم فيها دي؟ انك بتكسب اربعات نابولي وبتكسب اتلتيكو بالباو 4. اعتقد ان الكلام ده محتاجين نقعد نفكر فيه. هل عقليه برشلونه بقت ان انت تكسب ماتشين ورا بعض 4-0 وتقدم مباراتين كويسين وبعد كده تيجي ينزل لك المستوى الثاني والكيرف لان انت قدمت كل حاجه؟ حاجات غريبه جدا. بس عادي يا معلم، احنا قاعدين في الوطن العربي بنعمل حاجه واحده بس، بنطبل لجافي، بنطبل لتشافي، بنطبل للابورتا، بنطبل لليماني، بنطبل لاي حد معدي جنبنا. ليه بقى؟ لان احنا بقينا قوم مطبلين لا اكتر ولا اقل. فلو عجبك الفيديو وعايز تطبل معانا اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو اه براحتك روح طبل في بعيد عنه.